إيران تواصل الإعلان عن استعداداتها العسكرية. قائد الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صاروخية تحت الأرض تابعة لقواته البحرية في الخليج. حسين سلامي قال خلال تدشين القاعدة إن من وصفهم بالأعداء لا يستطيعون منع بلاده من تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية. منطقنا للدفاع عن وحدة أراضينا واستقلال بلادنا والدفاع عن مصالح الثورة الإسلامية هو القوة، وما ترونها في هذه المجموعة واحدة من العديد من المنشآت الاستراتيجية التي نخزن فيها صواريخ بحرية الحرس الثوري الإيراني. التأكيد على أن القدرات الصاروخية الإيرانية ليست للمساومة جاء في تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي أيضا، والذي قال إن مصلحة الولايات المتحدة تكمن في عدم استقرار المنطقة. أمريكا ترى مصلحتها في عدم استقرار المنطقة لغاية أن تتمكن من السيطرة عليها بالكامل. وأحد مناظري السياسة الأمريكية قال بوضوح إنهم لا يريدون الاستقرار في إيران والعراق وسوريا ولبنان. يأتي هذا بالتزامن مع قيام قاذفات B-52 الأمريكية بالتحليق في سماء الخليج. الهدف من إرسال القاذفتين هو ردع العدوان وإظهار التزام واشنطن المستمر بأمن الخليج بحسب مسؤول عسكري أمريكي. وفيما تحلق القاذفات، تستقر حاملة الطائرات USS نيمتس في مياه الخليج بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره سحبها الأسبوع الماضي. فالمخاطر بحسب المسؤولين الأمريكيين ما تزال قائمة. مسؤول في وزارة الدفاع شدد على أن الإيرانيين مستمرون في رفع مستويات استعداد أنظمتهم الدفاعية، والأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل يتجاوزه إلى وجود مؤشرات على تخطيط متقدم لهجمات محتملة في العراق. التراشق الكلامي والتحركات على الأرض إيقاع متوازن هذه الفترة، يخف قليلا ثم يعود ليتصاعد، وليس معلوما ما إذا كان ذلك كله عرض عضلات أو أنه استعداد لقادم.